السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على تلبية الدعوة لهذا المؤتمر الصحفي عشية انضمام قصة نجاح جديدة إلى بورصة الكويت. نرحب بمساهمي شركة جاسم للنقليات والمناولة لمتابعتهم عن بعد الفعاليات لفعاليات هذا المؤتمر من خلال النقل المباشر عبر شبكة زوم. تأتي خطوة الإدراج بعد نجاح عملية الاكتتاب الخاص وجهوزية شركة جاسم للنقليات والمناولة للإدراج في بورصة الكويت. يعد الإدراج نقلة نوعية في تاريخ الشركة، ومن شأنه أن يعزز من موقع الشركة التنافسي في الأسواق التي تعمل بها، نيابة عن شركة كامكو إنفست وفريق الاستثمارات المصرفية الذي قام بدور المدير عملية الاكتتاب الخاص ومستشار الإدراج. أتقدم بالشكر لمساهمي وإدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة على ثقتهم بنا وإلى هيئة أسواق المال وبورصة الكويت لما أبدو من تعاون بناء في إنجاح هذه العملية، والشكر موصول أيضا إلى مستشار القانوني للعمليتين مكتب الرويح وشركائه أسار. تعد البورصة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، فهي تدعم نمو الاقتصاد واستدامته وتنوع مصادر الدخل والادخار. الاكتتابات وعمليات الإدراج تنعش سوق الأسهم من خلال ارتفاع أحجام التداول والسيولة، مما يساهم في حث شركات أخرى على الإدراج وتسهيل عملية استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهكذا تعيد الدورة نفسها. إدراج الشركات الناجحة يساهم في إثراء سوق الأسهم، وعليه نحث الشركات الخاصة والعائلية على الإدراج، وخاصة تلك التي طورت عملية اتخاذ القرارات وضمت أعضاء مستقلين إلى مجالس إدارتها وفصلت بين الملكية والإدارة، وبالتالي أصبحت أقرب لتكون شركات مساهمة مدرجة. والآن أفسح المجال لرئيس مجلس إدارة شركة جاسم للنقليات والمناولة الشيخ علي فواز دعيج الصباح، والرئيس التنفيذي سيد عادل كوهري، لموافاتهم بلمحة عن تاريخ وأعمال وأداء الشركة، على أن نختم هذا المؤتمر بالإجابة عن أسئلتكم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. نجتمع اليوم ونحن بصدد إدراج شركة جاسم للنقليات والمناولة في السوق الرئيسي لبورصة الكويت، والذي سيكون يوم الأحد القادم الموافق 17 أكتوبر 2021. ومن بعد نجاح عملية الاكتتاب الخاص وحصولنا على جميع الموافقات الرقابية اللازمة، فكما تعلمون فقد تأسست الشركة في عام 1979 كشركة للنقل البري، وسعت منذ ذلك الحين إلى بناء نموذج أعمال متنوع لتصبح أحد أكبر شركات عقود الخدمات اللوجستية وأعمال المناولة وتأجير المعدات وتأجير مولدات الطاقة في الكويت، وتوسعت في أعمالها إلى المملكة العربية السعودية وقطر، حيث تمكنت الشركة خلال فترة 42 عاما التي مضت من تحقيق سجل حافل من الإنجازات والأعمال التي وضعت الشركة في مركز ريادي في قطاعات أعمالها الأساسية المتنوعة واستراتيجيتها المتنامية، وهو ما كان ممكن الشركة بالأساس من التصدي بالمجمل لمعظم تحديات بيئة الأعمال لا سيما التي شهدها العالم مؤخرا. لكننا على ثقة من قدرة الشركة على مواجهة المتغيرات المختلفة التي قد تفرضها بيئة الأعمال في بعض الأحيان، وذلك مسنودا بجهود إخواني أعضاء مجلس إدارة والإدارة التنفيذية في الشركة. وفي الختام لابد من تقديم الشكر والامتنان لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة على تعاونهم البناء في عملية الاكتتاب الخاص والإدراج، ولكامكو إنفست كمدير عملياتي لطرح الخاص والإدراج على ما قدموه من دعم لا منتهي، والإدارة وموظفين الشركة على التزامهم وتفانيهم بتحقيق هذا الإنجاز. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً عن شركة جاسم للنقليات. شركة جاسم للنقليات هي شركة تأسست سنة 1979 كشركة نقل بري، وعلى مدى 42 سنة السابقة تمكنت الشركة من تطوير وتعمل نموذج أعمال متنوع بما فيها في مجالات متنوعة في خدمات اللوجستية، مناولة البضائع، وتأجير المعدات وتأجير المولدات الكهربائية. اليوم طبعاً الشركة مو فقط شركة كويتية، الحمد لله إحنا شركة اليوم لنا وجود في دولة قطر في تأجير المعدات وأيضاً في
المملكة العربية السعودية في تأجير المولدات الكهربائية. تتركز أعمال الشركة على الجودة والسلامة، وهي أيضا مدرجة في نظام شهادات الآيزو. الشركة اليوم لها زباين مو فقط في السوق الكويتي، طبعا في السوق السعودي والسوق القطري، وزبايننا معظمهم من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية وشركات النفط والغاز وشركات الإنشاءات المحلية والعالمية. الشركة لها اليوم مركز مالي قوي وتطابق جميع الأحكام الشريعة الإسلامية. طبعا القطاعات الرئيسية للشركة، الشركة لها ثلاث قطاعات رئيسية اللي تميزنا. طبعا إن الشركة خدماتها متنوعة ومصادر دخلها وإيراداتها أيضا متنوعة. طبعا القطاع الرئيسي اللي هو خدمات اللوجستية ومناولة البضائع، تأجير المعدات وتأجير المولدات الكهربائية، هذه الثلاث قطاعات الرئيسية. طبعا ندخل في العقود الخدمات اللوجستية. طبعا القسم هذا تأسس في سنة 1900 وبداية أعمال الشركة كقطاع النقل. طبعا في قطاع الخدمات اللوجستية في ثلاث قطاعات منفصلة. قطاع الخدمات النقل البري، الشركة تملك اسطول كبير تقوم في أعمال النقل من جميع الموانئ الكويتية إلى مخازن الزباين من جميع أنواع البضائع، الحاويات، البضائع العامة، الأنابيب. عندنا أيضا نقل الوقود. نقل الوقود الشركة هي أقدم شركة في أعمال نقل الوقود في الكويت، يعني بدأنا في بداية الثمانينات وعندنا اسطول كبير يقوم في عمليات نقل الوقود. وأيضا المخازن عندنا اليوم في ميناء عبدالله 150 ألف متر أرض. وطبعا عندنا مشروع نتكلم عليه، هو مشروع أول مخزن راح نبني 10,000 متر مربع مبرد، قمنا في إنهاء إجراءات العقود، إن شاء الله المخزن هذا راح يكون جاهز في السنة القادمة. وأيضا في خطط مستقبلية أن نبني مخازن في نفس الحجم على المدى الخمس سنوات القادمة في ميناء عبدالله. والسنة هذه أيضا وقعنا عقد مع وزارة الكهرباء والماء في بالنسبة للخدمات اللوجستية لمدة 3 سنوات في نقل المولدات الكهربائية اللي تابع لوزارة الكهرباء لجميع مواقع في دولة الكويت. القطاع الثاني هو قطاع مناولة البضائع. احنا اليوم طبعا موجودين في المؤسسة العامة للمواني في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة. في ميناء الشويخ بدينا أعمالنا في 1986 ونعتبر من احد اقدم الشركات في خدمات المناوله. طبعا خدمات المناوله قاعد نتكلم عن قطاعين في الشويخ، قطاع البضائع العامه وقطاع الحاويات. البضائع العامه احنا نقوم في جميع اعمال المناوله للسيارات، البضائع اللي تنزل في ميناء الشويخ، وعندنا شراكات مع شركات عالميه وكلاء ملاحيه يعني في قطاع المناوله. بالنسبه للحاويات احنا نقوم في اعمال المناوله ايضا للحاويات في ميناء الشويخ، وعندنا شراكات مع شركات عالميه. يمكن ثاني اكبر شركه في العالم اللي هي الام اس سي، عندها ارتباط مع عالم من اكثر من 20 سنه، وايضا شركه هاباك لويد. لله الحمد السنه الماضيه تاهلنا من قبل المؤسسه العامه للمواني كمناول في ميناء الشعيبه. بدانا اعمال المناوله السنه الماضيه بشهر 10 للبضائع العامه، وهذه السنة أيضا استثمرنا في 4 رافعات لمناولة الصلبوخ، وبلشت وابتدأنا أعمالنا في شهر 6 الحالي. الحمد لله عندنا العقود مع جميع معظم الشركات التي تورد الصلبوخ للكويت. قطاع المعدات هو قطاع الثاني في الشركة. المعدات نتكلم عن الرافعات الثقيلة، عندنا أكثر من 160 رافعة ثقيلة بالكويت وفي قطر أيضا. وجودنا في قطر من سنة 2005 تقريبا، وعلاقتنا الحمد لله في تأجير المعدات مع معظم الشركات المحلية وأيضا الشركات النفطية من الكي إن بي سي والإيكويت والأخرى. بالنسبة للقطاع المولدات الكهربائية، هذا القطاع أسسناه تقريبا قبل 10 سنوات. اليوم إحنا خلينا نقول أكبر لاعب في تأجير المولدات الكهربائية بالكويت. الشركة تملك أكثر من 600 مولد كهربائي، وايضا لنا وعقودنا معظمها مع في القطاع النفطي وقطاع الانشاءات والقطاعات الاخرى. وايضا فتحنا في المملكه العربيه السعوديه في المنطقه الشرقيه ايضا قطاع تاجير المولدات الكهربائيه، ولنا حضور قوي ايضا في السوق السعودي. طبعا مجلس الاداره الشيخ علي ورئيس مجلس الاداره، وايضا أخ سعدون عبد الله العلي ونائب الرئيس، وطبعا أعضاء مجلس الإدارة هم يملكون خبرة ودراية كافية في مجال الشركة وجميع القطاعات التي إحنا نعمل فيها.
طبعا الإدارة التنفيذية معظم رؤساء الأقسام لأنهم خبرة يعني أكثر من 20 سنة في مجالهم ودراية كاملة في مجال ونشاط الشركة. نموذج أعمال الشركة هو طبعا نموذج متنوع المصادر الإيرادات، ومثل ما قلت لكم إن إحنا عندنا ثلاث قطاعات رئيسية بالشركة اللي هي الخدمات اللوجستية ومناولة الوظائع، تأجير المعدات وتأجير المولدات الكهربائية، وحضور أيضا جيوغرافي مو فقط في الكويت، في السعودية أيضا وفي قطر. تاريخ الشركة، تاريخ الشركة جدا مهم. أنا بتكلم شركة بدأت 1979 كشركة عائلية، كانت شركة عائلية. أنا راح أتكلم عن النقاط الرئيسية والمحاور الرئيسية في تاريخ الشركة. بدأنا مع المؤسس العام للمواني في سنة 86. في سنة 2008 تم الاستحواذ على 60% من الشركة من قبل صناديق الملكية الخاصة. أيضا في سنة 2015 بدينا أيضا أعمال شركتنا في السعودية. خذينا في سنة 2017 أحد العقود الرئيسية مع الجيش الأمريكي في كامب عرفجان، يمكن تقريبا أكبر مشروع مع الجيش الأمريكي لتوريدهم للطاقة. استحواذ سنة 2019 لجرين الصناعات الكيماوية على 60% من حصة الشركة. وأيضا سنة 2020 و21 دخولنا في ميناء الشعيبة، وأيضا عقودنا مع وزارة الكهرباء. طبعا هذه السنة راح يكون إدراجنا في سوق الكويت للأوراق المالية. طبعا علاقة الشركة الحمد لله مع عملائنا وزبائننا هي علاقات استراتيجية، يمكن أكثر من 20 سنة أو أكثر. والزبائن طبعا هم الزبائن استراتيجيين، لو تشوفون لسة الزبائن في كل قطاعات، القطاعات الحكومية، القطاع الخاص، شركات النفطية، شركات الإنشاءات، جميع القطاعات. وهذه طبعا شهادات التقدير لو تشوفونها من جميع الجهات المعنية اللي احنا نتعامل معها. إمكانيات النمو للشركة، الخطط خلينا نقول نمو الشركة، احنا طبعا عندنا مشاريع قاعد نشتغل عليها مثل ما تطرقت عليها. أول مشروع هو المخازن المكيفة في ميناء عبد الله، إن شاء الله راح يكون جاهز السنة القادمة. وأيضا في خطط أن نبني مخازن على نفس المستوى على الخمس سنوات القادمة. دخولنا في ميناء الشعيبة هالسنة، وإن شاء الله راح يكون لمردود كبير على إيرادات الشركة في السنوات المقبلة. المشاريع اللي إحنا قاعد نشوفها في الكويت، في قطر، في السعودية، الشركة راح يكون لها وجود وفي تقديم خدماتها في هذه المشاريع، خاصة في السوق القطري والسعودي والكويتي أيضا. وأيضا زيادة الطلب على تأجير المولدات الطاقة خاصة في الكويت وفي السعودية، هذا القطاع أيضا الشركة قاعد تركز عليه في السنة هذه والسنوات القادمة. التوزيعات لو تشوفون خاصة بالتوزيعات، الشركة خلال خمس سنوات الأخيرة قدرت توزع 191 فلس. حتى في سنة الكوفيد اللي هي 2020 الشركة وزعت 20 فلس، مع أن كانت سنة الكوفيد. هذا باختصار عن أعمال الشركة ونشاطها. الله يعافيك. شكرا. الآن مجال للأسئلة من الحضور. مبروك الإدراج علاء السمان، جريدة الراي. عندي أكثر من سؤال بعد إذنكم. سيد عادل اتكلم من شوية عن حزمة ما شاء الله من العقود اللوجستية محليا وخارجيا، عاوزين نعرف حجم العقود دي قد ايه. شركة جاسم للنقليات حصلت على موافقة هيئة أسواق المال لإدراج قبل شهور، فما سبب تأخر الإدراج حتى الآن؟ وحسب معلوماتنا طبعا انه تم طرح السهم او زيادة رأس مال الشركة بما يتجاوز 400 فلس للسهم، هل تتوقعون قراءة وتقييم عادل للسهم من قبل سوق الأسهم؟ شكرا. إذا ممكن أنا أجاوب الأسئلة اللي تخص في الإدراج والاكتتاب والتقييم، وخلي الأستاذ عادل يجاوب أسئلة عن عقود الشركة. أولا بس أبي أوضح أنه ما في تأخير الإدراج. الإدراج يتبع عملية موافقات وإجراءات ما بعد عملية الاكتتاب لاستكمال متطلبات الإدراج،
فالإدراج وموافقة نهائية للإدراج أتت من هيئة أسواق المال من قبل يعني أقل من شهر. فبعد الموافقة اتبعنا الإجراءات مع البورصة إلى آخره، وتم تحديد تاريخ الإدراج بأسرع وقت. فبعد ما حصلنا الموافقة في أقل من يعني شهر راح يتم إدراج الشركة، فما كان في أي تأخير من ناحية عفواً. لا 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 لا، أولاً إيه للتوضيح، هو كان عملية زيادة قاعدة المساهمين لتلبية متطلبات وشروط الإدراج، هذه أول نقطة، ما كان في زيادة رأس مال. ثانياً احنا حصلنا الموافقة الأخيرة من هيئة أسواق المال للإدراج يوم 23 سبتمبر، ومن بعدها تم تحديد والتنسيق مع الجهات الرقابية لإدراج أسهم الشركة في البورصة يوم 17 هذا الشهر، اي فأقل من شهر راح يتم إدراج. وبعدين بالنسبة لتقييم والسعر العادل، هذا السعر اللي حدده دراسات مختلفة وتقييم مختلفة، وحتى صار فيها تجاوب من أقطاب مختلفة من الاقتصاد ومدراء صناديق في كافة الشركات الاستثمارية المحلية وحتى الإقليمية، وكان في تجاوب والحمد لله كان في اكتتاب ناجح، ولولا التقييم كان عادل كان ما كان في اكتتاب ناجح الحمد لله فقط. نعم شكرا. اللي هي العقود اللي أنا تطرقت لها، خلينا نقول بشكل عام حجمها في الوقت الحالي ما نقدر نقول لك والله حجم العقود، يعني كأماونت كتقديري هي يعني بتسمح لي عاد. إيه تفضل. هي طبعا العقود خدمات دائما محددة في مبلغ معين، وهذا المبلغ يتم استخدامه ضمن الجهة اللي أنت موقع معها. بمعنى وقعت عقد أنا قيمته 15 مليون مفروض مع الفول الوطنية، يمكن خلال الفترة هذه لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ففي كل سنة هم يأخذون خدمات معينة ونوفرها لهم بالشروط اللي اتفقنا عليها بحدود هذا العقد. وهلما جروا اليوم الأنشطة اللي يتكلم عنها عادل، إنما عقود تأجير مثلا على سبيل المثال قال لك إن في تقريبا 600 مولد إحنا عندنا كلهم مؤجرين، ويعتمد على حجم المولد وعلى حجم السعر، حق كل مولد له سعر معين. وهذه تصير عاد عقود شهرية 3 شهور 6 شهور، بعدها بعضها يستمر سنة ولا مجرد. فتكلم عن قطاع بس ما في لمصم، يعني ما هي عقود نفطية بمعنى إن أنا يعني أدش في خلينا نقول 50-60 مليون دينار اللي كان بهلك حاليا، لكن هي عقود محددة المدة ومحددة الاستخدام والسعر. حياك الله، شكرا. تفضل. شكرا على مساعدتك باذن الله. انا بس اليوم لحظه فيما يتعلق بالايرادات وصافي الارباح. من خلال الرسم البياني اللي بيوضح الايرادات، من الواضح ان كان عام 2018 هو القمه لايرادات الشركه وارباحها الصافيه. طبعا 2018 و2019 كان قبل ازمه كورونا، بالتالي يعني من الواضح ان الايرادات متراجعه من 2018 الى 2020. طبعا 2020 مبرر باعتبار الازمه، الى ان وصلت الارباح في 2020 ل 4.1 مليون دينار، وفي 6 شهور وصلت 1.2 في 2021. سؤالي أولاً، ما هي توقعاتكم للأرباح بنهاية 2021 قياساً بالنصف الأول؟ ثانياً، من المعروف أن شراء السهم مرتبط بجزء كبير منه بالنظرة المستقبلية للشركة وأداء الشركة، ووفقاً للتراجع يعني المتواصل من 2018، فقد يعني أكون قد فهمت خطأ ان النظرة يعني ان الايرادات في تراجع. هل التراجع ده سيتواصل ام لديكم خطط وامور
قد تعيد الأمور إلى سابق عهدها. شكرا. اشتغلت في قطاع اللي هو المناولة والموانئ، هذا ما وقف. بقية قطاعات هذا شيء طبيعي خلال الفترة هذه. الفترة اللي هي قبل الأزمة مثل ما تفضل، الأنشطة الاقتصادية عموما اقتصاد العالمي كله متأثر. يعني الأزمة الاقتصادية بدأت من 2017-2016 مش 2018، وتبعاتها توصلت المنطقة هني في بالتواريخ هذه اللي قاعد تفضلت فيها. زاد عليها موضوع الكوفيد 19، وانت تعرف انه عفوا بعد اذنك، لكن نقطه بس عشان نسجل عليك الكلام ان 2019 ما كانت كوفيد، الربع الاخير كان بدايه كوفيد للعلم. واللوك داونز اللي صارت بالصين وارتباطات الاقتصاد العالمي في كل بالذات بالنقل البحري، بالنقص اللي صاير دار مدار العالم في الأمور اللوجستية، أثرت على الجميع مو بس إحنا، وهي من الربع الأخير اللي تأثرت الكويت فيها من جميع القطاعات. فبس تعديل لنقطتك على 2019 كإيرادات. إحنا نكمل لك بس وبعدين إذا عندك أسئلة ممكن. فخلال الفترة هذه طبعا مثل ما قلت لك كنشاط سواء إحنا أو غيرنا أكيد إحنا تأثرنا. يبقى الحين إحنا قاعد نتكلم عن 21 اللي هي الست شهور هذه. لو تلاحظ أن يعني الحركة عموما اقتصاديا حتى محليا تونا بانين نرجع إحنا حق الحياة الطبيعية. للحين عندنا في restrictions، للحين في عمالة ما في، عرفت أنشطة كثيرة عند الدولة اليوم ما هي شغالة بالمستوى اللي إحنا يعني نطمح له وكذا. لذلك إحنا التوسع اللي صار في قطر والسعودية عزز الإيرادات هذه، تشوفها أنت قليلة خلال الفترة هذه. فأعتقد البروسبكتس اللي نعمل حق الشركة كان يغطي جوانب أنشطة الشركة، ارتباطها في أي نمو يصير فيه سواء محلي أو خلينا نقول إقليمي، وبالتالي على الأساس هم وصلوا للسعر العادل حق الشركة. اليوم احنا نقول لك شنو توقعاتنا حق نهاية السنة. تعرف الشركة رايحة إدراج، علينا بعض الالتزامات احنا من هيئة أسواق المال، فاحنا نتحفظ على اعطاء هذه البيانات بعد ما ندرج الشركه. مطلوب منا ان احنا نفصح كل المساهمين ذاك الوقت بما يتناسب مع الظروف اللي مرتبطه في بياناتها الماليه خلينا نقول الربع سنوي. اي نعم. خصوصا ان سعر المتطلب الخاص كان على ما اذكر حوالي 450 فلس، وهذا قريب من السعر الدفتري حق الشركه اصلا. فاحنا اليوم لما نرجع ليش انت تشتري هذا السهم وليش ممكن يكون مغري، اول شيء مرتبط في قطاعات كثيره داخل الاقتصاد الكويتي وحتى المنطقه. الشركه عندها تنوع في الايرادات، موجوده في السوق السعودي، موجوده في السوق القطري، النمو امامها مستقبلا كبير. رقم ثلاثة الشركة اليوم زيرو ليفرج، ما عندها إلا قروض نسبة بسيطة جدا، فمعناتها قابلة أن هي تنمو وتكبر. الشركة اليوم في أوريدي مالك رئيسي موجود مثل شركة الجرين، تملك حصة مؤثرة فيه، شركة الجرين تملك شركات أخرى، يعزز نشاط الشركة. فأمور كثيرة تخلي الواحد يمكن ينظر حق النشاط هذا نشاط جيد أني أنا أستثمر فيه. لكن هذه مو دعوة أن واحد يروح يشتري سهم. احنا اليوم ما قاعد نتكلم انه واحد لازم يروح يشتري سهم، بس سؤالك ردا عليه ليش يشتري الا هذه الاسباب. انت نظرت نظره واحده يمكن موضوع الارباح ويمكن موضوع التوزيعات. فالتوزيعات احنا اليوم تحددها نتائج الشركه النهائيه، تحددها كذلك نمو الشركه، عرفت شلون؟ وان شاء الله احنا نتامل خير. يعني احنا متفائلين جدا، يمكن انت متشائم بس احنا متفائلين. لا احنا متفائلين ان الشركه ان شاء الله راح تحقق نتائج افضل من المتوقع، ونتمنى كذلك ان الاوضاع المحليه تصير افضل. يعني انت اليوم عارف ان الدوله تمر في
في ظروف معينه ما نبي نذكرها موجوده اعلاميا، وطبعا الدوله كذلك كانشطه اقتصاديه داخل الدوله احنا مرتبطين فيها، سواء من دخول البضايع لتوصيلها حق اخر زبون للانشطه الاخرى. يعني الشركه تطالع انت اربع قطاعات فيها قاعد تحرك تقريبا 90% من الانشطه اللي موجوده هنا في الكويت، فهي الا موجوده في الطاقه، موجوده في المناوله، موجوده في اللوجستيك، موجوده في القطاع النفطي كخدمات. فاعتقد هذا كافي ان واحد يفكر ان هذه الشركه اليوم متنوعه المصادر الدخل خارج الكويت لها وجود، وكذلك ميزانيتها جيده انها تنمو. هذه الاسباب. ممكن اضيف، عفوا شكرا، اذا ممكن اضيف الى ذلك، حضرتك تطرقت الى تقييم الشركه على 450 فلس. اذا ترجع تشوف يعني التقييم ما هو فقط في يعني كم فلس للسهم، التقييم طبعا مسألة معقدة وتدخل فيها أمور مختلفة، بس وحتى تدخل فيها المقارنة مع الشركات في نفس المجال ونفس القطاع، واللي أنا ودي أتطرق له أن تقييم شركة جاسم النقليات والمناولة من ناحية المكرر مقارنة في شركات مشابهة كان أقل من الشركات المشابهة كمكرر، وهذا يعني مؤشر إيجابي يدعو إلى أن المهتمين والمستثمرين يدخلون في هذا السهم مقارنة إلى أسهم أخرى. وإضافة إلى ذلك، من أهم مقومات الشركات اللي هم قدرتهم على تحقيق الأرباح التشغيلية أوكي وتوزيع الأرباح النقدية، وهذا شيء يعني شركة جاسم النقليات والمناولة يعني اثبتها على مدى مش سنين، على مدى عقود. وحتى لما نشوف آخر سنوات الأخيرة الشركة عندها يعني توزع تقريبا 80% من الربح الصافي بشكل توزيعات نقدية لمساهمينها. وإضافة إلى ذلك مثل النقاط المختلفة التي تطرق لها الأستاذ سعدون، أيضا وجود مساهم رئيسي يدعم يعني يطور من نشاطات الشركة مثل جرين البتروكيماويات، يعزز من مكانة الشركة ومتانتها الاقتصادية وفرص النجاح بالمستقبل إن شاء الله. شركة من سنة 99 شركة عائلية، 2015 شركة الجرين استحوذت على 60% حياتها كلها. 2019 اشمعنا النهاردة بتفكروا في الإدراب؟ لماذا هذا التوقيت؟ أنا أعتقد بالنسبة لنا إحنا كان من day one فكرنا بالإدراج، يعني بعد ما استحوذنا على الشركة، ولكن في 40% كانت مملوك لأطراف أخرى. إحنا استحوذنا على 60% كانت موجودة في فند قضيناها، يبقى 40% هذه كذلك لازم يصير في بيننا وبين الأطراف الأخرى مشاورات لحق عملية الإدراج. تتعرفين عملية الإدراج فيها التزامات كثيرة، وكذلك فيها تقييم للسعر مثل ما تفضلتي. فالأطراف الأخرى لما حسوا أن الوقت مناسب معانا إحنا أن نقوم في عملية إدراج، إحنا عينا كجرين أنا أتكلم كجرين بتروكيماويات، أي نعم كجرين. فإحنا هني خلاص بعد ما صار في يعني اتفاق كامل مع كل الأطراف عينا كامكو على أساس سرعة عملية الإدراج. والأمانة يمكن صارت ظروف قبلها، كنا نتحكى قبل أزمة كوفيد، بس أنت عارفة لما صارت أزمة كوفيد أو حتى بعد ما انتهت الأزمة أو خلينا نقول بوادر انتهائها في البداية، كنا نختار لازم الوقت المناسب حق الناس وعرض الشركة الإدراج. وخلال الفترة هذه صار تغيير كثير في البورصة أصلا، يعني من القوانين من متطلبات عملية الإدراج وغيرها كانت منظمة أكثر، وحتى إدارة البورصة نفسها يعني صار لها إعادة هيكلة. فكل هذه عوامل يعني كانت من صالح الشركة أنها هي تدرج خلال الفترة هذه اللي قاعد أتكلم عنها. وإذا ممكن أضيف إلى ذلك، شكرا. في الشركات في مراحل نمو مختلفة توصل لمرحلة من نضج اللي يعني يساعدها على أن أو يسمح لها أن تكون شركة مدرجة، ولي يعني كشركة مدرجة
مميزات كثيرة أكيد ما يخفى عنكم، ولكن هذه أكيد تعزز من قدرات الشركة للنمو، للاستحواذ، للتمويل، حتى تكلفة تمويل الشركة من ناحية المصارف يختلف، النظرة المخاطر الشركة، الإفصاحات، المشاريع اللي ممكن تدخل عليها، مشاريع كبيرة من الدولة مرات تقتصر على الشركات المدرجة. فهذه يعني مميزات كثيرة، وسيولة وسهولة تمويل الرأس المالي، يعني في أسباب كثيرة. ونعم الآن نحن يعني بشكل عام، يعني مش فقط الكويت، العالم كله يمر في مرحلة اللي هي كورونا وتداعياتها إلى آخره، ولكن مسار الشركة مرات يعني في مثل السفينة تأتي رياح وكذا، بس إنه أو موج، بس إنه ماشية هي في مجال النمو والتقدم والإدراج، أحد المراحل الرئيسية في تطور في تطوير الشركة ونموها. نعم. أي تفضل. والقيمة التدريب بعد إذنك هو موجود أنا أعتقد في البروسبكتس، بس أنا ما يخبرني الحين. إن شاء الله نجيب لك السؤال. هو بشكل عام الكتاب تم على 450 فلس للسهم، اللي يعكس قيمة سوقية حوالي 67 مليون دينار نص، قيمة دفترية مال الشركة يعني. نعم. في أسئلة أخوة؟ ما في أسئلة؟ جزاك الله خير. شكرا. ما قصرتوا. شكرا، يعطيكم العافية.